احنا الاتنين وملينا الدنيا.
امي يا ام اعملي قهوه. حاضر يا ما انا لسه بشرب شاي سكر اهو. يا كينج جرايج هو انت بتجيلي كل يوم؟ ده انا اقسم بالله لو اعرف ان ده يحصل اضرب لك طلقتين كل اسبوع. بعد الشر عليك حبيبي. ما تجيبي يا اما بسبوسه يا اما. عيني يا ابني. حاضر يا ابني. ريح نفسك شويه، انت لسه طالع من اصابه. والله يا كينج، والله بيتحايل عليه كل يوم انه يريح نفسه على السرير، ما بيرضوش يسمع الكلام. جرايه يا زين، انت بتقفري ليه يا زين؟ هو انا مضروب ببازوكا؟ ده هي طلقه 8 مللي يعني، واخدين عليها يعني. وبعدين اقسم بالله لو عليا عايز انزل الشغل من بكره، بس الكينج اللي مش راضي. سكر ده بطل، لولا كان زماني في حته ثاني. بعد الشر عليك يا كينج، ما تقولش كده، والله العظيم افديك برقبتي. روح يا زينب، يلا هات ينسون بسرعه. هوا خرب بيت دماغك. تصدق ان انا غلطان ان انا جيت؟ لا لا ايه ده بس يا كينج، ده انا دخلت التاريخ والله العظيم النهارده مش مصدق نفسي. بس قول لي يا كينج، انت دخلت هنا ازاي المنطقه كده؟ ده لوحده بقى اعجاز علمي. جدنا انا نص سكان المنطقه اصحابي. ربنا يحفظك في الخلق. استنى هنا اوقف على جنب. برافو يا ولاد. معلش تأخرت عليك، كنا بنعمل التعديل اللي طلبه أستاذ بهاء، وفقرات البرنامج زي ما هي. نزلوا الفقرات اللي انتوا عايزينها، بس أنا مش هقول المقدمة بتاعتكوا دي. أمال هتقولي إيه؟ مالكش دعوة أنت، أنا محضرة مقدمة بتاعتي. إزاي؟ ده الأستاذ بهاء منبه علينا إن أنت ما تقوليش أي حاجة بره اللي اتفقنا عليها يا جيهان. أستاذة جيهان. على فكرة انت بتشتغل في فريق الاعداد بتاع برنامجي انا، فياريت تخليك في شغلك وبس. اوكي اللي تشوفيه يا استاذه جيهان. كافيني يا استاذ. تمام اتفضل. ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي حصل؟ عم امام، عم امام، ايه اللي حصل لك عم امام؟ ماجد، ايه اللي عمل فيك كده عم امام؟ تجاري التيمور يا ماجد، حاجة مع الشركة زي القدر من الساعة. ده الدنيا زي ما انت شايف. حاولت والله، حاولت ما قدرتش يا ماجد. اثبت هنا وما تتحركش، هجيب لك دكتور واجيلك على طول. خلاص خالص. ايه يا فندم؟ ايه المصيبه دي؟ العيال بتاكل في الاستوديو ومبهدله الدنيا. وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ هتسبب له الدنيا يا منير هنا. سيبك من العيال الصغيره.
ما تبقاش نظرتك ضيقه كده، دول هيبقوا فنانين كبار. الفرقه مش جايه يا موني. مجهزين النهارده من غير ما يقولوا لي؟ ده انا هطلع لك عينهم. هما مش جايين تاني يا موني. معنى ايه الكلام ده؟ مش فاهم. مضوا عقد مع شوكة سالم وادهم فلوس كويسه، واعتقد من شروط العقد ان هما ما يشتغلوش مع حد تاني. هو ليه ما جاش يتكلم معايا؟ دي فرقتي انا، ازاي الف عليهم من ورايا للدرجه دي؟ عايز اسرق نجاحي بعد اول البوم ليه؟ هما ليه ما جاش يتكلموا معايا في حاجه زي دي؟ كسفوا منك يا منير، ما كانوش عارفين يواجهوك ازاي، خصوصا يعني ان هو قال لهم مش عايزك معاهم. انا فاهمه كويس، عايز النجاح يتنسب له هو بس. انا مش هسكت له، فاهم، وعارف ازاي اخد حقي منه كويس. بس هي ما بتقفش على فرقه. دي فرقتي انا يا فهمي. نعمل غيرها. انت فاهم شوكة سالم. انت منير صديق الموهوب، تقدر تعمل غيرها يا منير. الله، حلوة قوي. انت مشتريها لي انا؟ لا ما اشتريتهاش، انا اللي عملتها. ده انت فنانة بقى. خدت منك وقت كتير؟ لا ما خدتش وقت كتير، ده انا كنت بعمل منها كتير قوي ايام الثورة، كنت بنزل ابيعهم في الميدان. ده انت بتاعت بيزنس بقى وثورية، ها؟ لا ما انا خدت اللي في النصيب برضه. في الاول كنت بنزل ابيع حصاصات، وبعد كده كنت ببات في الميدان، اهتف مع اللي بيهتفوا. الجو هناك كان حلو قوي. برافو عليك. يا ريت يبقى في كل يوم ثوره، والواحد ياكل عيش ويلاقي حاجه يعمل عليها القيمه. انت عارفه القيمه الحقيقيه اللي بتعملوه انت واصحابك دول؟ ثوره على الظروف دي، الحاجه اللي عليها القيمه بجد. برافو عليك. انت مبسوط من المزيكا بتاعتنا؟ قوي قوي قوي. دي حاجه احنا بنحس بيها واحنا في الشارع. بحب مزيكتك قوي. انت بتسمعي لي ايه بقى؟ حاجات كتير قوي. زي ايه؟ كنا نسمع المزيكا بتاعتك في الميدان كتير. بتغنوا ايه؟ كنا بنغني اغنيه ازاي؟ كفايه مزيكا كده يا منير، رقبتك هتتعب والدكتور قال لازم ترتاح. سيبيه براحته يا علا، ربنا ما يحرمنا من مزيكته ولا من صوته. حلوة قوي الأغنية دي يا منير، هي هتنزل إمتى؟ قريب أعمالي إن شاء الله. طب بقول لك إيه؟ ما تيجي أنتجها لك وأعمل لك فيديو كليب مصروف عليه جامد قوي. عماد خلينا أصحاب بس. على كيفك، بس أنا وراك للنهاية. أنت برضه مصمم تقعد هنا في جاردن سيتي؟ وما فضلتش هنا ليه؟ مش بيتي. يا منير كل البيجز على الفيسبوك بتقول إن هيبقى فيها اتصامات في التحرير بيحضروا لهم بقالها فترة. مش هترتاح، هيبقى فيها لأ كتير. بقول لك يا منير، ما تيجي تقعد عندي لحد المظاهرات دي ما تخلص. منير ما تسمعش كلامهم ولا هيحصل اي حاجه، دول شويه عيال عمالين يهبلوا على النت مش عارفين هم عايزين ايه، في الاخر هتطلع زوبعه في فنجان. انا بجد مش فاهم هم عايزين ايه بالظبط، يعني صعبان عليهم الاستقرار اللي البلد عايشاه، ولا فكره الثوره اللي حصلت في تونس عجبتهم وعايزين يكرروها هنا ويجربوها؟ وهي الثوره فكره جديده؟ طول ما الناس عندها مطالب هيكون في ثوره. مطالب ايه بس يا منير؟ مطالب ايه؟ ما الراجل اهو مش مقصر في اي حاجه. كفايه انه معيشنا في سلام لغايه دلوقتي، ده غير العلاقات الخارجيه والبنيه التحتيه وفي مشاريع كتيره جدا. الواحد مش عايز يتكلم، هم اللي مش عايزين يشتغلوا الشباب. وانت ايه رايك يا عماد؟ انا مش شايف حاجه، انا هقعد اتفرج كده وفي الاخر الصوره كلها حتبان. امال ازاي بتقولوا الاغنيه عجبتكم؟ زهرة انتوا ما سمعتوش حاجة. ازاي ترضي لحبيبتي اتمع شك اسمك وانتي عمالة تزيدي في حيرتي وما انتيش حاسة بتبت ازاي
مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع. ازاي انا رافع راسك وانت بتحني في راسي؟ ازاي انا اقدم شارع فيك وامالك من اللي بليك؟ انا طفل اتعلق بيك في نص السكه وتوهتي. انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه اتغير وحياتك لافضل اغير فيك لحد ما ترضى عليه. ازاي ترضي لحبيبتي اتمع شك اسمك وانتي عمالة تزيد في حيرتي وما انتش حاسة بطبت؟ ازاي مش لاقي في عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع؟ ازاي انا رافع راسي وانت بتحني في راسي؟ ازاي انا اقدم شارع فيك وامالك من اللي بليك؟ انا طفل اتعلق بيك في نص السكه وتوهتي. انا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه اتغير وحياتك لافضل اغير فيك لحد ما ترضى عليه. يا سلام عليك يا منير، اغانيك والكلمات بتاعتها دايما بتيجي في الوقت المناسب. صحيح حاسس بنبض الشارع. يلا يا ولاد من الاول بقى، 1 2 3 4. الله برافو. ها ايه رايك بقى يا عبد الحميد؟ بصراحه انا كنت خايف لعيالي يقلبوني، لكن لما بداوا خطفونا. انت جبت الناس الجميله دي منين يا كينج؟ تخيل الجواهر دي لقيتها مرميه جنب الزباله. للاسف احنا بقينا في زمن سوء التقدير، محدش بيعرف قيمه الحاجه الغاليه. المهم ان احنا كنا عارفين قيمه الحاجه الغاليه اللي احنا بنملكها. ولا انت سحليت القعده في البيت؟ لا خالص يا كينج، كل الموضوع بس ان انا محتاج اعيد حساباتي في شويه حاجات. تخليش الوقت يسرقك. ايه يا فهمي؟ ايه وتقول لي مش عارف ايه؟ شفت العيال الصغيره دي؟ خلاص يا عم، كان عندك حق لما قلت لي ان انا نظرتي ضيقه، وعموما فداهم للاستوديو لو هتعملوا مزيكا حلوه بالشكل ده. اصل انتوا مش فاهمين العيال دول خلوني احس بيه، وصلوا لي رساله مهمه قوي، يمكن كانت قدام عيني بس ما كنتش شايفها. ازاي تقدر تستغل كل السلبيات اللي بتهد فيك وتطوحها للبنى؟ شويه علب صفيح وجراكن بلاستيك، بقايا الاستهلاك المريض، ازاي تحولها لمنتج حقيقي؟ هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي عشان نقدر نتعافى. اعاده تصنيع الانسان نفسه. الجيل ده هو الامل، بدل ما يمسك كيس مناديل في اشاره يمسك عود وكمانجه ويحولها لغنى، احسن ما يتربى على ماده الايد والتواكل. انت ما فيش سقف لطموحك خالص، لحد امتى هقدر اتعلم منك؟ طب ايه بقى؟ احنا نفور الفرقه بتاعتنا ونمشي في السكه دي ولا ايه؟
الدنيا ما بتمشيش كده أبدا. مش هيبقى في عطاء متبادل، والكبار من غير الولاد فكرة عقيمة ما بتطورش. دورنا بقى إن احنا نخلق التواصل بين الجيلين. الله عليك، وضع وحشتني يا منير. إن الموسيقى هي صوت الروح، لأن الأم في لحن متألم لتنجبنا إلى هذه الدنيا. نعزف لحن البكاء عندما تصطدم أعيننا بإضاءة غرفة التوليد، ونستمر في عزف موسيقانا في مدار حياتنا. نتخبط في ألحان الزحام، وتتلاقى قلوبنا في معزوفة الحب. الموسيقى ليست مجرد نغمات متجانسة، بل سحر. سحر خلاب يتآلف فيه وجداننا، لغة أقوى من خطابات المنابر الجوفاء ومؤتمرات الزعماء المزيفة. كم من أغنية غيرت مشاعر إنسان خالي وقلبته إلى محب ولهان غارق في العشق. كم من أغنية حركت أمم وقلبت شعبا على طاغية وردت حقا إلى مظلوم. كلمة، كلمة مغناة تدخل إلى القلب بدون سابق إنذار، تسيطر على الفكر والحس والكيان. ولكي تمر هذه الكلمات وتسري إلى الروح، لابد لها من صوت صادق يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية المطلقة. صوت يغوص وسط دفء الألحان وعنفها بمنتهى المرونة والانطلاق. يا علاء بيه، حضرتك لازم تقف جنبي في الأزمة اللي أنا فيها دي. أنا عارفة إن حضرتك مشغول، بس اللي أنا فيه ده بسبب شغلي مع حضرتك. يعني ما ينفعش إن حضرتك تتخلى عني. أنا عملت كل ده لأن اعتمدت إن حضرتك ظهر وسند ليا. أرجوك 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 بس تتصرف بسرعة. حاضر حاضر حاضر، متشكرة يا فندم، متشكرة، مع السلامة. مالك ده اللي كان معاك على التليفون؟ لا مش مالك، ده علاء البرديسي. الواد لسه ما اتصلش؟ لا ما اتصلش. طب وبعدين؟ أنا عايز أطمن عليه. لا ما تقلقش، هيروح فين يعني؟ شوية وهيرجع تاني. أنت مالك مسقعة دماغك كده ليه؟ ابنك شكله طفش وأنت قاعدة عادي كده؟ إيه الحنية اللي ظهرت عليك فجأة دي؟ هي دي أول مرة مالك يسافر فيها؟ آه لا، خليكي في اللي أنت فيه. أنا غلطان إني جيت أتكلم معاكي، بس أنا قلت يعني يمكن يكون عرق الأمومة اشتغل عندك، بس الظاهر إنه مش موجود من أصله. إزيك يا عماد؟ أهلاً. صافي، تعالي. طب أقعدي. أقعدي يا حبيبتي. طمنيني، إيه الأخبار؟ بصراحة عصمت سمع أخبار ما تطمنش في الوزارة. ايه خير؟ في ايه يا صافي؟ انا اسفه يا رحاب، رفعوا عنك الحصانه. هاي. يا قمر ارتاحي. ميرسي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ محتاجه اي حاجه؟ لا أنا جاهزة. جاهزة؟ هيك بكل حاجة؟ تحب تراجعي؟ شوية كمان. شكلك مجهد؟ تحب نأجل التصوير؟ دي أهم مشاهد عندنا، دي بقى قفلة الفيلم. لا بالعكس، أنا محتاجة أشتغل. أنت كده صح. بصي يعني برغم كل المشاكل اللي قابلتنا في الفيلم، بس أوعدك إن هو هيبقى مختلف. هنفسي تعدي عليا في المونتاج، بجد يعني الشغل هيفتح نفسك. أنا واثقة فيك. ميرسي. امال فين حسنة؟ انا ما جاتش معاكي. لا حسنة مش هتيجي تاني، خلاص لقيت شغل. سيبك من حسنة، انا كنت عايزه اتكلم معاك شويه في الدور. اه طبعا. معلش انا اسفه، انا فاهمه ان كويس ان ده مش من اختصاصي، يعني سوري اذا اتدخلت، بس عندي شويه ملاحظات. اه اتفضلي. بصراحه كده شايفه النهايه اوفر شويه، يعني بعيده عن الواقع. مش معقول الكاركتر بعد كل اللي عاشته وشافته تقوم كده وترجع تكمل حياتها عادي. نو واي. وجهة نظر تحترم، وانا مش هقول لك ان انا عامل نهايه الفيلم سعيده عشان الناس تسقف لي، بس دي رؤيتي انا كمان. كل شخصيه ممكن تبدا صفحه جديده من الاول، بس اهم حاجه تدور على الدوافع عشان تاخد قرار زي ده.
بس انا شايفه ان الدوافع بتاعتها كلها ماتت. تخلق دوافع جديده، تدور في وسط الضلمه على نقط نور صغيره. بس انا شايفاها خلاص ما بقتش بتشوف. انت عايزه توصلي الشخصيه لايه؟ عايزاها تنتحر بعد كل اللي حصل لها؟ حتى لو عملت كده مينفعش، لازم يسيب للناس أشياء عشان يتعلقوا بيها. صدقيني قفلة الشخصية هتبقى كده أحلى، ده لو انتي بتثقي فيا. طبعا بثق فيك. اوكي يلا استاندي باي. يلا يلا بينا. ستة جاهز؟ كل حاجة جاهزة. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. انت مش كنت مروح يا عماد؟ ايه اللي جابك؟ لقيت نفسي مش عايز اروح. ليه يا عمده؟ قلقان على الشغل برضو؟ لاول مره يبقى قلقي مش على الشغل. يا عماد بقالك فتره مش عاجبني، ايه اللي حصل؟ الواد مالك طلعني اناني قوي، ومن ساعة مسافر أخبرت قطعت. أنت ما كنتش موافق على سفره؟ أنا ما كانتش فارقة معايا، بس قبل ما يمشي قال لي بقين خرسوني، ما بقتش عارف أرد. قال لي أدبه عليك؟ بالعكس، تعلمني الأدب، عراني قدام نفسي. طب أنت متضايق ليه؟ أنت عرفت غلطتك وده في حد ذاته خطوه حلوه. يا منير انا حاسس ان الواد بيكرهني، وبعدين بيتهيألي ان هو بعد ما سافر مش هيرجع تاني. انا بدات اخاف. عماد مفيش ابن بيكره ابوه، مشكلتك كبيره بس الحل بسيط، بيتك رقم واحد في حياتك، لازم يبقى هو اول اهتمامك حتى لو جاي على حساب الشغل. امال انت بتشتغل ليه من اساسه؟ يا ريت الموضوع بالسهولة دي، كنت انت نفسك عملت بيت. يمكن يكون معاك حق، بس الحقيقة اختيارات، لكن في النهاية لازم تكون قد اختيارك. ما بقتش عارف اعمل ايه يا ابني بجد، كل ما احاول افتح سكة من السكك عشان اهرب من الكلب اللي اسمه طارق بركات الاقيه مقفلهالي بقفل اكبر من اللي قبليه. ما بقتش عارف اعمل ايه، نفسي انفد بجلدي منه. متعملش في نفسك كده يا ماجد بيه، تعرف كل مره بتيجي هنا تبقى شايل ومعبي، بس المره دي مش عارفه ليه حاسه ان ظهرك اتقطم. ليه حصل بس ده كله؟ الراجل ده انا كنت مظبط كل البيزنس بتاعي معاه، جابوني على الارض طبعا، بيعوني اللي قدامي واللي ورايا، قدامي انت كمان. تعرفي انا بقيت مش عارف اعمل ايه، حتى لو سافرت بره متهيألي ان هو هبص الاقيه ناطط لي بره، يا اما بعدت اللي اسمه تيمور اللي بيشتغل معاك. هو مين ده اللي يبعته وراك؟ انا مش مركزه في اي حاجه انت بتقولها. بقول لك ايه، فكك بقى وتعالى نمشي من هنا وانا ناسيك هم الشغل كله. ما بقاش ليا نفسي في اي حاجه، سد نفسه الله يسد نفسه. خلينا قاعدين هنا لوليانا نقعد نشرب لحد ما يجي لي نوم. ساعتها بقى انت حر اعملي معايا اللي انت عايزاه. هو انا هعمل بيك ايه لما تنام؟ انت وخيالك بقى مش انا. على اذنك يا لولي. براحتك. مش ولا كلمة. أنا عارف غلطي كويس جدا وموافق على أي حاجة هتقولها. كويس. وفرت على حنجرتي وحنجرتك حوار طويل. بص يا ماجد بيه، في النهاية أي خسارة ممكن تتعوض إلا خسارتك لطارق بيه. معاك حق. طارق بيه ده كنز قومي، خسارته عمل غير وطني. صحتك. ايوه. تعرف تيمور؟
أنا معجب جدا بصداقتنا بجد. الصداقة اللي من القلب للقلب دي مكررش معانا. الحمد لله على السلامة، نورتي بيتك يا حبيبتي. الله يسلمك. تعالي حبيبتي، تعالي يا دكتور، أنت كان اليوم طويل عليكي وصعب قوي. عايزة سجاير. حاضر. اهدي. اتفضلي. ما تقلقيش، الحقيقة هتبان وكل الحكاية هتخلص. تخلص ازاي يا صافي؟ كل الورق والأدلة اللي معاهم متوديني في 60 داهية، أنا مش عارفة الحاجات دي وصلت لهم ازاي؟ الورق ده أكيد خرج من الجمعية. المشكلة يا دكتور إن جوه الجمعية ناس كتير حواليكي مش محل ثقة، وأنا حذرتك منهم أكتر من مرة. أنا ما كنتش واخدة إخوانا يا فريدة، وبعدين أنا كل شغلي سليم، آه في شوية تجاوزات بسيطة، ما تعملش كل الاتهامات دي، لا لا، في حد بيحفر ورايا عاوز يوقعني، أنا مش مصدقة، في يوم وليلة تترفع عني الحصانة، وكمان عاوزين يعملوا لي إقصاء من المجلس، ده غير اللي هيحصل في الجمعية. لا 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 لا، والحيوانات أصروا إن هم يصوروني أثناء التحقيق. طبعاً الصورة اتنشرت في الجرايد. آه، ما أنا عارفة إن الفضيحة هتعدي كل الحدود. أنا لازم أخرج من الحفرة دي في أسرع وقت قبل ما تتردم فوقي. التحقيقات هتثبت كل حاجة، ولو في غلط في الحسابات هتتغطى. ولو على الجمعية أنا مش عايزاكي تقلقي خالص، أنا موجودة كأنك موجودة بالظبط لحد ما الموضوع ده يخلص وترجعي أقوى من الأول. أنتوا ما شفتوش كانوا بيتعاملوا إزاي معايا في التحقيق بقسوة، كأن في طار بيني وبينهم، وما صدقوا إني وقعت في إيديهم. كتر خير الدنيا إنهم خرجوني بكفالة. على فكرة المحامي اللي جابه عماد جوزك هايل، أنا واثقة إن براءتك هتظهر على إيده. عماد؟ آه، هو فين عماد ده؟ ده أول واحد بعني. إزاي بقى؟ ده بيتابع الإجراءات مع المحامي أول بأول، بس هو أكيد مش هاين عليه يشوفك في الحالة دي. أنا كمان مش هاين عليا أشوف نفسي في الحالة دي. أنا محتاجة أن ياخد شاور وأنام أرتاح، محتاجة أرتاح. طبعاً البيت بيتكم، عن إذنكم عن إذنكم. أنت لو بتحبيني اللحظة عمرك ما هتعملي كده يا ريم. أنا لسه ما عملتش حاجة، أنا عايزة أشوفك بتتمنى الموت. ده أنت مريضة، أنت مريضة. أنا مش هقتلك. إيه؟ لا، لا هخليك تتمنى الموت. ليه؟ ليه؟ كفاية خلاص يا ريم. بس خلاص. كات 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 ستوب. انت هتموت الراجل. نزلني. نزليه. يلا يلا، الاحساس عجبني. انا اسفه. ام سوري. مفيش حاجه، انا هال، بس يعني بالراحه كده وانت بتعملي المره الجايه عشان اعرف اكمل الفيلم معاكم. خلاص. عجبني قوي انا هال، بس يعني الاندماج مش قوي كده. سوري بجد يا استاذ، بس يعني مش عارفه. ام ريلي سوري. انا بجد اسفه. اشربي حاجه. مفيش حاجه. ممكن تشربي. طب يلا خدي وقتك وخمس دقايق ونعمله تاني. ماشي. ستاند باي. محتاجة حاجة؟ ميرسي. شور. مية. أي حاجة تشربيها. ميرسي. زيك. ألو، مين معايا؟ إزيك يا رجب؟ أمال منير فين؟ طب ينفع تديله التليفون؟ قلت لها ايه؟ قلت لها ان حضرتك مشغول قوي ومش قادر تكلمها خالص. طب كويس. هو الاستاذ عماد هنا؟ اه موجود يا كينج، في اوضته جوه. طب خلاص روح انت. شباب ممكن نكمل لحد ما ارجع؟ تمام. اوكي. بقى سيدنا مطحون في الشغل وقاعد يلعب.
هتشوف التراك بعد ما تفسطر. انا ما بلعبش يا منير، ده حاجه بطلع فيها غلي. بس انا عايز غيرك معايا. بحب انا الفستك على ايه؟ تعال. مالك يا عماد؟ مش الدكتوره خرجت ورجعت بالسلامه؟ خرجت ايه يا منير؟ المساله مش سهله. الهانم كانت بتحول التبرعات اللي بتيجي على الجمعيه لحسابها الخاص، وحتى لو كانت نيتها خير وما خدتش حاجه من الفلوس دي مش هتقدر تثبت الكلام ده. ده لسه بقى غير الاتهامات اللي هتتوجه ليها، اتهامات كتيره قوي، ويا ريت تبقى الاتهامات ليها بس، لان اللي غلطان عليه انه يدفع ثمن غلطه، انما احنا كلنا هنتلطف الموضوع. كل الهم اللي انا فيه ده يا منير بسبب البيت. البيت اللي جدرانه اتشرخت لحد ما بقى قايل للسقوط. رحاب اللي طول عمرها بتحاول تحافظ على شكلنا قدام الناس. النهارده سمعتنا بقت على كل لسان. ده حتى الواد مالك اللي راح يشتغل ما بقاش بيرد على تليفوناتي. كل حاجة خربت يا منير. كل حاجة خربت. حتى شغلي. ماله شغلك يا عماد؟ ما هو ماشي زي الفل، والألبوم شوية وطالع. ما هو أنت لو استسلمت بالشكل ده البيت هيقع فوق دماغك بجد. يلا نشوف شغلنا بقى عشان نلحق العمود اللي فاضل لك. ولا يشيلني الذنوب.